بعد إعلان مجلس الخدمة المدنية إلزام جميع موظفي الدولة ببصمة الحضور والانصراف ابتداء من أكتوبر القادم، واجه القرار معارضة واسعة من قبل رؤساء النقابات العاملين في الجهات الحكومية على أمل العدول عنها. التفاصيل في تقرير خالد العنزي. حول قرار ديوان الخدمة المدنية عدم استثناء أي موظف حكومي من بصمة الحضور والانصراف، جاءت آراء رؤساء نقابات الموظفين الحكوميين معارضة للقرار، نظرا لاعتبارات كثيرة من أهمها ضرورة العمل على مبدأ إعطاء الثقة للموظف. هؤلاء الأشخاص يستحقون منا أولا الثقة والرعاية والاهتمام والتكريم. الكادر الإداري داخل الوزارات هو يعتبر من أقل الكوادر في الرواتب مقارنة في الكوادر الخاصة والكوادر النفطية وغيرها. عندما يصدر قرار فجأة بإلزام هذه المجموعات، سواء القيادي المدير المرقبة والمراقبين أو من تجاوز 25 سنة بهذه البصمة بدون علم الأجهزة الحكومية وبدون علم هؤلاء القياديين وبلا أسباب منطقية. في الفترة الماضية لم تكن هذه البصمة موجودة أو كانت العفاءات موجودة، والحمد لله هناك تقييم لكل مؤسسة وكل وزارة، وهناك مبدأ ثواب وعقاب لكل المسؤول، وفي رأينا أن هذه تكفي. بعد 25 سنة خدمة، يعني هذا الموظف لم يصل إلى هذه المدة السنوات إلا هو كفاءة، وإذا كان في أخطاء ما يصير نعم على جميع الموظفين على نفس القرار، هناك في مسؤول فوق الموظف هو من يحاسبه. كان الأولى على المجلس بمتابعة ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة وملاحظات ديوان الخدمة المدنية اللي مكدسة بجميع مؤسسات الدولة، هذه الأولى وهذا الإصلاح الحقيقي. قرار مجلس الخدمة المدنية قد يتعارض مع طبيعة عمل بعض الموظفين ممن تتطلب طبيعة عملهم حرية ومرونة في التحرك. هل تستطيع اليوم مجلس الخدمة المدنية أن يطبق على الجميع بما فيها الكوادر الخاصة والمستشارين وبعض الجهات الحكومية التي سمعنا أنها مستثنى؟ هذا هو السؤال، لذلك نتمنى التراجع عن القرار وإيجاد صيغ بديلة كثيرة تضمن لنا الجودة وتقديم العمل بالصورة الصحيحة. كيف أطلب من مدير إدارة يقوم على مشاريع بعضها بملايين أن يترك أعماله أو اجتماعاته في لجنة المناقصات أو في ديوان الخدمة أو في ديوان المحاسبة أو في الجهات الرقابية التي تطلبني بصورة مستمرة أو في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء وأقول له ارجع لديك بصمة؟ النقابات المعارضة للقرار تؤكد على السعي لعدم المضي في تطبيق القرار. في اجتماعات تنسيقية بيننا كمنظمات نقابية وبعض جمعيات النفع العام للوقف معا من أجل وقف هذا القرار، وهناك بعض نواب الأمة داعمين لهذا القرار. نوجه الدعوة مباشرة إلى مجلس الخدمة وديوان الخدمة بالتراجع والتريث بهذا القرار. نأمل أن الأمور تسير وتحل بهدوء ومنطق. المنطق يقول أنه لابد من تراجع عن القرار، لذلك ننتظر تراجع إن شاء الله قريب عن القرار. من المتوقع أن تشهد قضية عدم الإعفاء من البصمة سجالا واسعا على الساحة المحلية، خاصة بعد تدخل بعض نواب مجلس الأمة إلى صف النقابات المعارضة للقرار. الجهات والنقابات المعارضة لقرار عدم إعفاء الموظفين الحكوميين من بصمة الحضور والانصراف تؤكد سعيها حث ديوان الخدمة على عدم تطبيق هذا القرار مراعاة للدرجات الوظيفية لبعض الموظفين. خالد الفارس، الرأي. وافقت